أنا شباب وقتي خارج من البيت اهو، الشمس الجميلة طالعة، منظر يجنن من هنا. بسم الله توكلنا على الله. معظم الناس نايمة دلوقتي. حوالي 7 دقايق عشان أوصل العربية تحت، الإضاءة زي ما أنتم شايفين كده، أشتغل بالحركة هنا. العمارة طبعا ما شاء الله جميلة، لسه واخدها بقالي 2 شهر بس، سعرها جميل جدا. جميل، ان اليوم السيرفيس ده طبعا بيبقى يوم طويل جدا، نشيكوا على العربية بتاخد حوالي 5 ساعات او 6 ساعات حسب الشغل المطلوب فيه. ده وصلنا للبارك برضه، الباب طبعا بتفتح بالتاتش، شوف يا شباب ازرق كده فتح، طبعا يدخل في باسورد عربيتي. البارك بتاعها جميل جدا برضو، العمارة طبعا لازم يكون المفتاح اللي في جيبي ده، اللي في جيبي ده قريب من العربية، لو بعيد مش هتفتح كده. يلا نقول بسم الله توكلنا على الله. لازم تكون رجلك على الفرامل عشان العربية تشتغل، تضغط ستارت كده تمام. العربية دي يا شباب اسمها هيونداي فيليو ستار، هيونداي فيليو ستار دي كانت بتنزل في مصر فترة وما ما عادش بتنزل يعني، بس ما شاء الله عربية جميلة. يلا اشوفكم تاني شباب، السلام.